السؤال الثاني يقول: استخرج من النص السابق المفعول به واضبط حركة آخره. أحب من الناس العاملة. لاحظ أحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على الآخر. من الذي الفاعل مستتر تقديره أنا. الآن ماذا أحب العاملة؟ فالعاملة هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لأنه يحدو أيامنا وليالينا، فهنا يحدو الفاعل هنا مستتر تقديره هو، وأيامنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وليالينا أيضا أحبه لأنه يطعمنا ويحرم نفسه. لاحظ هنا يطعمنا، يطعم فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، والنا هنا ضمير متصل مبني في محل نص في محل رفع فاعل. يحرم نفسه أو يحرم نفسه، يحرم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والآن الفاعل مستتر تقديره هو يعود على العامل، ونفسه هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب، عفوا في محل جر بالإضافة. الآن أحبه لأنه يغزل ويحوك لنلبس الأثواب. اللام هذه لام التعليل، ونلبس فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الفاعل مستتر تقديره نحن. ماذا نلبس الأثواب؟ فالأثواب هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والجديدة نعت، والنعت من التوابع يتبع إشارة ما قبله. لأنه يبني المنازل، فيبني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الآخر، منع من ظهورها الثقل، والفاعل مستتر تقديره هو يعود على العامل. ماذا يبني المنازل؟ فالمنازل هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يبني المنازل العالية ويسكن البيت البسيطة. لاحظ هنا يسكن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الفاعل مستتر تقديره هو. ماذا يسكن البيت؟ فالبيت هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والبسيطة أيضا هنا منصوبة. لماذا؟ لأنها جاءت نعت للبيت، والنعت من التوابع يتبع إشارة ما قبله. أحب ابتسامته. أيضا هنا أحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الفاعل مستتر تقديره أنا. ماذا أحب ابتسامته؟ فابتسامته هنا مفعول بابتسامة، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف والهاء درسنا بالصف السابع أنها إذا اتصلت باسم مباشرة تعرب في محل جر بالإضافة. ابتسامته الحلوة، فالحلوة هنا نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وأحب نظرة الاستقلال في عينيه. أحب أيضا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على الآخر، الفاعل مستتر تقديره أنا، ونظرة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والاستقلال مضاف إليه مجرور وعلامة جره.